معروف بجهود الجبارة وبعمل المتقن والجهاد في رضا الله سبحانه وتعالى، وهو أحد العلماء الأجلاء الذين شاركوا في نشر الثقافة الدينية والإسلامية وتثقيف يعني الشباب والكهول والنساء، وهو بحق ينبغي أن تواصل له الوقفات وتواصل له المسيرات، لأنه رمز من الرموز، ومن حقنا ومن حقهم علينا أن نواصل هذا الدرب بطريقة السلمية بأمن وأمان لكي يفرج الله عنه وعن جميع المعتقلين رموزنا، وكذلك يعني شيخنا المقدار، وكذلك آية الله عبد الجليل المقدار، وجميع الرموز الذين خلقوا، هم الذين خلقوا الثورة وأوجدوا هذا الحماس في الشعب، فينبغي أن نفي لهم بالعهود وأن نقف جنبا إلى جنبهم وأن نسير على نهجهم ليفرج الله عنا وعنهم وعن جميع المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله.